ومن أحسن ما يحكى أن رجلا كان مع بعض الصالحين، فمر على جماعة يشربون ويغنون، فقال الرجل: يا سيدي، ادعو على هؤلاء المجاهرين بالمنكر. قال الشيخ: اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. فبهت الرجل، فلم تمض مدة حتى اهتدى كل منهم وحسن حاله، وليكن ذلك آخر ما جرى به القلم.